التشاؤم يسيطر على المشهد اليمني. المؤشرات الحالية تشير إلى أن الأزمة ما زالت مستعصية على الحل. المباحثات بين الأطراف السياسية وصلت إلى طريق مسدود. فراغ دستوري وتأجيل لجلسة البرلمان الطارئة. مساع دولية لمنع تدهور الأوضاع إلى الأسوأ. دبلوماسيون غربيون ذكروا أن مجلس الأمن سيعقد جلسة مشاورات مغلقة لمناقشة التطورات الأخيرة في اليمن. أما الوضع الميداني فتتدحرج فيه كرة العنف من مكان إلى آخر. طبعا زي ما حدث كانت المواجهات مفاجئة، لم نستطيع أن نخرج سياراتنا من المعرض، وجراء ذلك حدثت أضرار كثيرة علينا، حول 20 سيارة تضررت. المستقبل نفس الطريقة، مجهول لا نعرفه، نتوقع في أي يوم أنها تقوم اشتباكات، في أي لحظة تقوم اشتباكات، في الوضع غائم تماما، ما فيش أي بارقة أمل. أتوقع أنه التطورات حتكون أسوأ جدا خلال الأيام القادمة. أصوات إقليمية ودولية تحذر من تنامي نفوذ تنظيم القاعدة في اليمن في ظل الانشغال الكبير بالأزمة الراهنة. الرئيس الأمريكي باراك أوباما أكد من العاصمة الهندية أن أولوية واشنطن هي الإبقاء على الضغط على القاعدة في اليمن. ولفت أوباما إلى أن المهمة باتت شاقة بعد استقالة الرئيس اليمني عبد رب منصور هادي ورئيس وزرائه خالد بحاح.